يا الله مساء خير يا رب توحى الناس. قم لا اله الا الله. قم 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 ابشر ابشر ابشر. ايش ذا الصوم ايش ذا؟ ايه الواحد راقد لين مغرب يرقد. قم اقرا القران. قم قريت قران انت؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا اليوم والله العظيم اني في الجامعة من الساعة 8 للساعة 1. علومكم يا رجال. والله اني انا مداوم من الساعة 9 للساعة 2. علومك يا بعض علومك. والله اني ودي نزلت الباريس. باريس؟ اي والله رحت لام ميسي يا رجال وديت لها سمن وطحين من جدتي وحنا. هي تبغى في عيد بس ما في من راح رموه. وديته ورجعت ورجعت الساعة 4 للعلم. اي والله. ورجعت العلوم الاخرى. حي علمك يا بعد. في السناب مرحبا والله ومسهلا يلا حيهم. اليوم صايمين اللهم لك الحمد على يوم وعلى ابو حسن يوم وقضيناه. ابو عايض الله ظني ما هو بيفطر في رمضان. الله شكرا. رجع حتى في السفر اللهم لك ايش تبغى الله يدق لحيك. يا سلام الله يدق لحيك خليني افطر عليك. سمعنا افطر عليك. المهم ابو مانع مفطرنا ذا اليوم الله يكتب اجره يكثر خيره. حتى اخذنا على الفطور. صرنا عند ابو مانع. ابو مانع ابو مانع يا ولو يا ولو ما شاء الله الله يبقيك ما شاء الله تبارك الله. اللي ما هو بصايم يقوم اللي ما هو بصايم يقوم ما شاء الله ما الله يكثر خيرك يا ابو مانع يكثر من اشكالك اذا المجتمع ويخلي غيرك يعتبر. أنا والرفيق اللي معي من ثلاث سنين اللهم لك الحمد الله يجزاكم خير يا الربع. ورجعنا للفطور الثاني والصفري. عيال أنا الحين خلصت أباكم في رمضان إيش؟ إيش؟ توني كثرت في العيشة شيء اسحب لي مدري كني ديس بيض الله وجهكم. أبغى رجل أبغى دايت خلاص؟ خلاص أبشر أنا أخذ كوبي خذ خذ كده. حي والله ذا الجامعة الطيبة اللي والله العظيم إن إني أدفع ما ورا يدوني وتتم وأشوفها توي. أسلم يا أبو مانع. في سؤال أوجهه للطلاب من حسن جلي أسلم. أسلم وش السؤال؟ وش شعورك بالحياة بدون هذا الجامعة؟ قد شفت موتر يمشي بدون بنزين؟ لا. ها أنتو بنزيني. الله. 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 لا. يوم جيتكم طريا وثراك مواه على راسي هداك طوعت عادلكم. اليوم بنغير بنخليه موضوع نتناقش فيه غير انه يكون سؤال. هل تقدر تعيش لوحدك؟ صدق والله. شلون؟ القبر تاخذ احد يدخل معك فيه؟ لا ماشي الله قبر معك روح الصغير يا ابو جيت تحت لسانك نبدالك لا جاك تقول لي في خاطرك هل نقدر نعيش لوحدنا؟ يعني اقدر انا اعيش لوحدي بدون اخ بدون خوي نعم. بدون نعم شلون؟ الحياه ايش؟ ما طلبتكم احكام بس يلا عندي عند الحكمه والصبر والمدرس والتلميذ والبروفيسور طلال حسن. هل ابن ادم يقدر يعيش لحاله؟ ايه اتكلم عني انا؟ ايه انا ما افضل الشيء ذا. انك تعيش لحالك؟ سلبياتي لي، ايجابياتي لي، كل شيء لي. خشمك لي؟ ارتاح خشمي حجاني. ناصر نفس السؤال هل تقدر تعيش لحالك؟ لا. ليه؟ لان ما اقدر اتنفس لوحدي. اي اي من مسافه سعودي سعودي هل تقدر تعيش لوحدك؟ ايه لا لا I'm gonna make it.
خير مساء العنبر والنمبر مساء الفل والياسمين ايش فيك تضحك اضغط مربع يا سلام زي ما انتم عارفين يا متابعين الحلوين يا اصدقائي الجميلين يا افخم ناس واحلى ناس واكيد ناس انه احنا شارين اغراض رمضان فوانيس ودشاديش ولمبات حاجات حلوه يعني كشخه رمضان واستقبالنا للرمضان ان شاء الله احنا نستعرضها سويا في بث مباشر خلوكم حولنا. السلام عليكم رمضان مبارك يا اخوان رمضان كريم كريم يا اخوان رمضان كريم كل سنه وانتم طيبين لا مو شخص هو هذا رمضان شهر رمضان كريم تفضل رمضان مبارك ابو حسن رمضان مبارك يا ود الله يبارك فيك رمضان كريم رمضان كريم الله يبارك عندنا شغل عندنا شغل يلا 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 شغل الله يمسيكم بالخير يا الربع سم هاي نظرت يا الربع والله سم ولا حد يرضى مباشر الجوال بث مباشر احنا نجهز لكم تجهيزات رمضان وهذول العيال جاهزين يا مرحبا تجهيزات رمضان الان معكم تعالون عبر اللايف الجوال في الكريه فوق انا حاسب اشوف ايوه انتم بتغشطوا ايش نبغى هنا رمضان يا رمضان أهلا بك يا رمضان يا خير فيك أنزل القرآن طيب انا ايش ذنبي اذا انا طويل ايش ذنبي ايش ذنبي ما شخص ما اشوف مرايه وجع طيب انا مرحبا يا اهل السناب انا والله اني خايف على الشخصيه وبرقد بها ولا اني بلاعب عشان ما تخرب اي أيوة والله هذا الشباب يلعبون طاعون في سحله خريط خريط شكله ما شاف التب قبل شوي شكله ما شاف التب اللي انا فهمته يا اخوانكم حبيتوا شخصيه الكوره شكرا مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت واليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا ناخذ اجرا ويسمعنا نغفر زلا نوصل اهلا لان رمضان يجمعنا